أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسائل يقول: إذا صلى المرء الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ارتفعت الشمس ثم أراد أن يصلي ركعتين، إذا كان يقول: إذا صلى المرء الصبح في جماعة، نعم، ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ارتفعت الشمس ثم أراد أن يصلي ركعتي الشروق، هل الأفضل أن يصليهما في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أم يصليهما في المسجد؟ صليهما في المسجد في المكان الذي جلس فيه، يكون هذا خاص لهذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لها سبب، صلاة لها سبب وهو جلوسه وانتظاره حتى ارتفع في الشمس، يصليها في المكان الذي هو جالس فيه من المسجد، نعم. وإلى راح البيت يصلي ما تيسر، يصلي ما لا يقتصر على هاتين الركعتين، يصلي في البيت، نعم، ويكثر من الصلاة في البيت، نعم.